من اكتر الحاجات اللي طعمها مميز جدا في الشرقي هي البقلاوه، بس مش هو ده بقى السر. السر في ان الحاجه يكون طعمها زي طعم زمان. في حاجات كده لما بناكلها كده بترجعنا لذكريات زمان. فالحشو بتاع البقلاوه النهارده هو حشو عباره عن سوداني وجوز هند. سيبنا بقى من الحاجات الغاليه بتاعت اليومين دول، حاجه كده ترجعك لكام سنه كتير قوي 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 ورا. تعال نشوف هنعمل ايه. واول حاجه نبتدي بيها هي السيرب. ابتدي عندي هنا حوالي كوبايه ونص من الميه، وعندنا كمان كوبايتين من السكر. طبعا السيرب بتاع الشرقي دايما بيكون كثيف، خلاص مش عايزينه خفيف. عندي هنا عصير ليمونه. من اكتر الحاجات بقى اللي بتدي طعم حلو قوي للسيرب هي شريحه البرتقان دي، او قشره برتقان مش مشكله. عندكم عود قرفه، عندكم قرنفل، بتخلي التيست بتاع السيرب في حته تانية خالص. هنسيب السيرب ده لمده من 7 ل 10 دقائق لحد لما نعمل البقلاوه. عندي بقى مقادير الحشو بتاعتنا، حوالي كوبايه الا ربع كده من السكر، عندي معلقتين كبار من القرفه، انا بحب ميكس القرفه قوي يا جماعه مع اي نوع مكسرات اصلا، وعندي بقى هنا معلقتين كبار من جوز الهند، لكن مفروم ناعم جدا. الناس ما بتحبش طعمه يكون ظاهر قوي او شكله يكون ظاهر قوي. نيجي بقى ايه للجوكر بتاع الحشو بتاع زمان، السوداني، بس انا هنا فرماه ناعم جدا اهو. بس كده وهنقلب الحشو دي كده عندنا مع بعض. الحشو دي انا ساعات بحفظها في برطمانات او في اكياس تلاجة وبخليها جوه التلاجة، لكن بعيدا عن اي حاجة عشان طعمها ما يكرفش، فبتسهل عليا وقت لما اكون عايزة احشي اي حاجة انا حبها زي الجلاش مثلا ما احنا هنعمله النهاردة كده بالبقلاوة. طيب لو انا عايزة مثلا الفول السوداني ده يكون مجروش اكتر مفيش مشكلة، بس الشكل اللي احنا هنعمله النهاردة بيبقى محتاج المكسرات اللي فيه تكون شكلها ناعم علشان ما يكسرش معايا رقات الجلاش عشان اللفه اللي احنا هنشوفها حالا دلوقتي. طبعا دايما الجلاش بنكون لفينه باي فوطه مطبخ عندنا علشان ما ينشفش معانا ونستخدمه ونستغل كل ورقه فيه. فابتدي كده افرده وهاخد ورقه واحده بس. عندي هنا ورقه الجلاش بالشكل ده، هبتدي اقسمها اهو كده بالطول. وبعدين هاخد بقى ورقة ورقة. عندي اول ورقة هنا اهو، هدهنها بالزيت والسمنة. وهاخد عندي كده شوية من الحشو. بصوا هاتني اول طرف عندي يعني قد 3 سنتي كده مثلا، وبعدين هبتدي الف كده على العصايه الخشب دي اهي. تمام. وبعدين هبتدي بس اكشكشها شويه، هبتدي ارصها عندي هنا على الصينيه كده بالشكل ده. السيرب عندي هنا خلاص اتعقد معايا، هبتدي في المرحله دي انزل بالفانيليا اهو وهقلبه معاه بس، واقفل النار لحد ما يبرد السيرب شويه، وبعد كده ندخله الثلاجه لحد لما يسقع تماما عشان نستخدمه اول ما البقلاوه تخرج من الفرن. بعد ما لفينا بقى كل الاصابع بتاعت البقلاوه بالشكل ده، هنعمل ايه بقى في المرحله دي؟ لازم طبعا ندهنها بالسمنه والزيت برده من على الوش. طبعا مش هدهن من تحت على الصينيه لانه اوريدي اللي انا بدهنه في الوش ده هو بينزل اصلا على الصينيه تحت، فمش محتاجه ادهن مرتين اهي كده. ده اللي هيديها طبعا اللون والكراست بتاعها كمان من بره ودرجه الحراره كمان. لو ظبطناها كويس قوي هتبقى مقرمشه كلها من جوه ومن بره، مش من بره بس مقرمشه ومن جوه طريه اهو كده. بعد ما دهنت كده كله بالشكل ده، اللي هيساعدنا على قرمشه اكتر هي درجه الحراره. درجه حراره 200 لمده تقريبا من 20 ل 25 دقيقه على رف وسط علشان تبقى مقرمشه كلها من جوه ومن بره. بعد ما البقلاوه خرجت عندي كده من الفرن سبتها تهدى شويه، هنزل بعد كده بالسيرب عليها. اهم نقطه في البقلاوه دي لو انا بحبها كريسبي، في ناس بتحبها طريه شويه وفي ناس بتحبها كريسبي اكتر، فاهم نقطه ان هي لما تخرج من الفرن هسيبها 10 دقائق وبعدين اسقيها بالسيرب زي ما احنا عملنا كده. طب وبعدين هفضل اخليها برده في السيرب شويه لمده 5 دقائق قبل ما اغرفها. يعني بصوا هي تبقى بالشكل ده كده، بعد الخمس دقائق دي نقدمها زي ما احنا حابين. عارفين طعم كده رجعني زمان وانا صغيره.
طعم السوداني وجوز الهند والقرفة. جربوا الوصفة دي بجد هتفكركم بأحلى ذكريات في الطفولة، سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. أشوفكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.